في الآيفون 7 حسنت أبل جودة السماعات بنسبة 50% مقارنة بالآيفون 6S وما قبله، لكن لو كنت تشتكي من ضعف السماعات في الموديلات القديمة من الآيفون، كل اللي عليك إنك تروح للإعدادات وبعدين تدخل على الموسيقى وبعدين تنزل تحت وتدخل على موازن الصوت. الآن تتأكد إنك أنت مختار وقت متأخر من الليل، أو بالإنجليزي late night. فالآن راح بتلاحظ إنه في تحسن كبير في جودة الصوت. ياريت تجربونها وتكتبوا لي رأيكم سواء هنا على السناب أو في التعليقات على اليوتيوب. في النهاية لو تحسن معك صوت الآيفون بعد تفعيل هذه الميزة، ياريت تعطي لايك للفيديو أو تنشر هذا الفيديو إلى زملائك. يعطيكم العافية ونشوفكم مع فيديو قادم.